السلام الله عليكم. عندنا الأخ علي العباهي من أبناء المدينة القديمة، والله أنا دخلت الآن وهو يبكي من الوجع. عنده مرض القلب، عنده القيلول، قد عنده سوائل بالجسم، أيضا عنده قرحة بالمعدة، يعني يأكل اللقمة تنزل تذبحه ذبح. أولا أنا أوجه رسالة باسم أبناء المدينة القديمة كافة. عندنا يعني رجال شايبين، عندنا نساء عجايز، عندنا شباب قد عندهم حالة نفسية، عندنا بنات أيضا عندهم حالة نفسية، أطفال عندهم مرض الصرع محتاج لهم علاج يعني واصل. أنا أتمنى أوجه رسالة باسمهم كافة، كونهم أنه أفقر الناس بداخل محافظة إب إلى محافظة المحافظة، إلى المسؤولين، إلى الأخ ماجد التيني مدير مكتب هيئة الزكاة. شكلوا لجنة، اطلعوا زاوروا بالبيوت حق المدينة القديمة، أقسم بالله أنه بالمئات نساء وأطفال ليصارعون الموت. فأنا أتمنى أنه مثلا زي ما هذا الأسبوع الأول ناشدنا بالأخ عبد الوهاب القانون رحمة الله عليه توفى، والآن هذا يعني ليصارع المرض وليصارع الموت، رجال عايش ما بش مع أحد داخل دكان. فأنا أوجه باسم الإنسانية إلى قيادة المحافظة والمسؤولين والأخ ماجد التيني، اطلعوا انقذوا الناس. استعرفكم بالله لا تجعلوا الناس هذه يصارعوا الموت والمرض والفقر يعني لوحدهم. الرجال زي هذا يتألم ويبكي لوحده، والله العظيم انه يشيب الشعب منه من اهل القيامة، وهذا من اكبر الظلم. فانا اتمنى من كل من شاهد الفيديو اولا رحمة بالاخ هذا نشره لكي تساعدوا معه في عين خير، يعني ارحموا لحاله. اقسم بالله انه شكيلي لما يعني يتألم من الجبال من حالة هذا وايضا حالة كل الناس. يعني يوميا نوصل مناشدات بالذات ابناء المقدمه، والله ما يمر اسبوع الا يتوفى شخص. فانا اتمنى من كل من شاهد الفيديو نشره من فاعل خير، تعاون مع هذا الاخ من فرج هم الناس، فرج الله همه وجزاكم الله الف خير. قلت الخوف انت على هذا الواجبات ما اعرفش. كنت تجلس تتالم مو بينك؟ عندي تضخم بالقلب في الملفات. كده مولي علي مقدر تسوي تمام نرجع. ايوه عندي قرحة بالمعدة جرحة، ما بدي اكل لقمة وما اقدر، ما بدي سنتين من هذا وكل باب كل لقمة تركز مش للي عند حد. انا كنت كطب الله بالمتر، ما غابين وبدي السوائل برجلي من القلب والصمامات اضطر انزل عندك ولا ما اخوكش نازل عند حد. لا حول ولا قوة الا بالله. انت تبصرني الله يا مؤلف، ما حد عارف شيء، ابكي من بشفع داخل. ما رحتش كي حط بعمري هذا لما زاد الوجع، ما اقدرش اوفر حياتي مثل العلاجات.